إذن حلقة جديدة من الطريق إلى الجبلاية مع شوكة القرد والعبد لله عمر خالد. حلقة جميلة وحلقة مهمة، وأنا صراحة متحمس لها جدا، لأن أنت ستشاهد في هذه الحلقة فوت بطريقة مختلفة، لأن هيكون في أفضل 22 جول في هذا الأسبوع. تقول لي طب أستاذ عمر معلش، أنا عندي سؤال ثعباني حبتين، اشمعنى 22 جين؟ يعني 22 جول إيه جين دي؟ يعني أقول لك والله طرقت في دماغي فيفا 22 يبقى أفضل 22 جول. لا خلي بالك، اصحى للكلام. ولكن هذه المرة حدثت بعض التغييرات في الفرقة، طلع لي لعيب هيرو حلو يلعب، وخلي بالك من الكلام اللي بقوله لك، غربلنا الفرقة تماما في بعض المراكز، وبعض المراكز ثابتة. وعملت بنصيحتكو، ايوه عملت بنصيحتكو زي ما شفت كده من الثامب نيل، واتى سيد اسياد اللاعبين ليو ميسي وغيره الى كتيبة المناكز ليرتدي شارة الكابتنة السيد معزة. ولكن مع اختلافي الشديد لسيد معزة، لانه راح لباريس سان جيرمان، تعرف خلافي معاه في الجزئية دي، ولكن سيد معزة سيبقى دائما وأبدا في القلب. ولكن الفوت ده أتمنى أنه يكون فوت مليان حماس، 22 جول حاجة في الشاسبنس، وهنفتح مع بعض الجوائز. وأتمنى أن أنا يعني أحاول أجيب رانك 1، ما قدرتش أفضل على الرانك 2، ما ننزلش الرانك 3 عشان يبقى معنا 2000 بوينت ونرود ندخل على طول على الكواليفيكيشنز ونمنجه المسائل. ولكن طالما وصلت للجزئية دي، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب بقلب جامد كده قبل ما تدخل الحلقة، وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصل لك كل حلقات الطريق للجبل بلايا والكلام في الكورة والكارير مود جاي قريب. انا بقول لك اهو مسؤول عن الكلام اللي بقوله، وسامحني على التأخير، ولما تظهر اول حلقة هتعرف انا ليه اتأخرت في الكارير مود، عشان خاطري ما تزعلش. هسيب لك قلب تحت، انزل اعمل لايك للقلب اللي تحت ده. طيب قبل ما نخش بقى في اي لعب وبتاع، زي ما احنا متعودين اقول لكم بعض التطورات المهمه اللي اتعملت في الفريق، لانه اتعملت بناء على قراراتكم واقتراحاتكم وبعض الحاجات اللي انا كمان كنت عايزها، فوفقنا الدنيا كده في بعضيها. بص بقى باشا، سريع سريع كده، انا مش هطول عليك. اولا نمسك خط الدفاع، كوردوبا طلع لي في الباكات بتاعه السيزن اللي هم ال90 ماتش ولا 99 ماتش بتاع السيزن دول، باكتين ب100 الف طلع لي كوردوبا في وشي. طب يا جماعه الكلام على ايه؟ فاران وكيمبين تقال لك لا يا باشا كوردوبا يلعب. طبعا الاصدقاء انا ليا عندي طاقم مستشارين زي تشافي كده، وزي المدربين الكبار دايما بيبقى عندهم طاقم فني، انا عندي طاقم فني. فالمهم لعبنا كوردوبا، جبت له الاول كوليبالي، ما عجبنيش كوليبالي، وتشيزني كان اصلا كده كده اوريدي عندي من الجوائز، ما عجبنيش كوليبالي ماتش ماتشين، رحت هوب جايب سكرينيار. الصراحه سكرينيار فاجئني وعجبني جدا، لدرجه ان هو انا كنت بفكر ان انا العب كيمبيمبي على 8 بدل ما العب 10 كيمستري، العب 10 كيمستري بسكرينيار، العب على كيمبيمبي بـ8. ولكن الصراحة باريلا لما بيلعب على 10 كيمستري كمان، لو بيلنك الدنيا كده ببعضيها بيكون الدنيا مختلفة، وبيكون المردود أحسن في أرض الملعب. فبالتالي اسكرينيار، كوردوبا، تشيزني، وقدامهم باريلا، باريلا بريليلة زي ما احنا متعودين، مندي زي ما هو وفينيسيوس ما تغيروش، فريد زي ما هو سي دي ام ممتاز، حكيمي وميسي لا غنى عنهم. ومن هنا يأتي القصة وتأتي الحكاية. قلتولي ساعتها كنت بتكلم معاكم في الحلقة اللي فاتت في الكومنتات، وقلتلكوا قولولي اجيب ميسي ابو المساميس حدوتة ومع حكيمي ولا ايه الكلام، لان ساعتها لو تفتكروا جو كول ما كانش عاجبني قوي والتفاصيل ما كانتش حلوة وكان مضايقني، وانتوا كلكم قلتولي هاتوا لعبوا استي. ولكن انا الصراحة اتحنيكت وقلت لعبه كام. الصراحة خطير ميسي، خطير جدا في مركز الكام، لعب معايا 67 ماتش، جاب 24 جول، عمل 30 اسيست، ارقامه الصراحة كويسة، دريبلر في ارض الملعب ممتاز، بساطه دواء وشفاء وحاجات جميلة جدا، فالصراحة مردوده كويس جدا. كنت جبت روبي كين قبل كده ولكن النسخة ما عجبتنيش، ولكن قلت بقى انا ايه اشغل دماغي زي الناس على طول ما بتعمل، وتقول لك ايه نجيب بقى نسخة لعبت كتير وكانت ارقامها حلوة ومش عارف ايه. عملت فعلا القصة دي، الراجل لعب معايا 35 ماتش، جايب 23 جول، عمل 13 اسيست، ارقامه نسبيا انا مرضي بيها. نفس الكلام اللي قلته على جو كول لو تفتكر في الحلقة اللي فاتت، وبعد كده يعني بعته. فأتمنى ان روبي كين ما يغزلنيش ويكون فعلا على قدر المسؤولية، لان تشيرت المناكز لما يجي يتلبس
مش سهل، اي حد يعرف يتحمل. والكام الاخر او سي ام الاخر في ارض الملعب وهو كيفن دي بروين. ايوه انا رجعت الدب يدب مطرح ما يحب، الامور تبقى واضحه الدنيا، بس ايه ما نكترش في الكلام. والصراحه عامل شغل عالي في نص الملعب هو وباريلا وفريد، الثلاثه في نص الملعب حلو قدامهم ميسي، وفي الهجوم فينيسيوس وروبي كين، فالفرقه الصراحه كويسه جدا وانا عجباني نسبيا لحد دلوقتي. هنشوف في الفود ده هيقول ايه والتفاصيل هتعمل ايه مع بعضيها. ولكن الفود هذه الحلقة سيكون مختلف لأنه هيبقى أفضل 22 جول في الفود، سواء أنا بقى جبتهم دخلوا فيا، التفاصيل دي كلها هنطلع أحسن 22 جول ونتخانق مع بعضنا في الكومنتات ونتشاكس والتفاصيل دي كلها. فعلشان كده إيه حلقة مختلفة، فمنجه المسائل وشعل للدنيا. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح و لا كريستيانو لا يا ايه ده و... ايه ده ايه ده هو في جون ماشي. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ سلام. اه يا سلام، هو تاني. يا سلام، الله الله، روح 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 روح. هو فين عاطي؟ فرج عاطي بعد اذنك. ها اوعى. يا سلام باريلا. بني بني ماشي، اخلص من الكرة على طول عشان لعبة ايد. يا باريلا يا ساحر يا ساحر يا ساحر يا اوه دام دام دام. لازم يلا ميسي، يلا ميسي، ميسي الجميل، ميسي يوبا، ميسي يوبا. دب دب مطرح ما يحب يا فندم. يا ميسي يا ميسي يا ميسي يا ميسي. لا 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 لا. هنا سأسكت قليلا. الله أكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. اوه يا باي انا صداع. يا 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 ايه ده؟ يا باريلا باريلا عاش يا علا. يا ابن اللعيبة فينيسيوس. لا 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 فيني او فيني او فيني فيني فيني. لا 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 لا
بالي وبفتكر اللي فات. الله يخرب بيتك يا تشيزني. والعمر يعدي وصاد ويتعاد في حكايات. وهي ذكريات وهي ذكريات. شكرا شكرا. والنبي يا سلام يا سلام. رفع حدوت رفع جميل رقم شو. لا 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 لا. عظمة عظمة. يس يس. هي تمريرة ميسي، هي تمريرة ميسي. يدخل جوه معانا في القايمة ليه؟ عشان ميسي العمل الاسيست بس. انا بقول لك كده بس عشان ما تتخضش كوردوبا. يلا يا كوردوبا. ايه ده؟ احتفل هذا كوردوبا. لا عاش والله. حلو 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 حلو. حلوة دي الصراحة، حلوة يعني. استحت الكوبري عنب عنب والله العظيم. ما بين غربك وخوفي عليك من فضلك اقفل رجليك. اتو طبيعي. هذا عادي تعدى في اللالا. سبتنا اجيب جوني انا بعد كده رحت رقعني تلاتة. هو ميسي هو ميسي هو ميسي. هي هي صح. على البعيد 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 على البعيد. في حاجه يا احمد؟ هو 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 صح 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 صح. ورا على طول ورا على طول ورا على طول. يا ميسي يا ميسي يا ميسي يا ميسي. خلصت خلصت خلصت. رانكي 2 خلصت. رانكي 2. اذا رانكي 2 رانكي 2 كالمعتاد. لا بنجيب رانكي 3 ولا بنجيب رانك 1، ولكن هي اللحظه المنتظره. ايه ده في ايه يا جماعه؟ ده في ايه؟ ده مغيرين يعني قال يعني بقى ابديت. الله الله. يس ايوه 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 ايوه. سلو موشن كمان. ايوه ابا. وقف 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 وقف. امسك 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 امسك. يلا ارجع تاني بقى ولا ايه؟ خلاص كده خلاص سبته. ماشي ايه ده بيرجعوا تاني؟ ماشي. جبنا ال 2000 بوينت اللي نقدر ندخل بيهم الكواليفيكيشنز على طول. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا تفجير الباكيجات. الزوما طبعا مش هيجي لي نيمار انا عارف. فيرتون طالما جالنا ال ال دبليو خلاص. ليفت وينج جالنا خلاص والله. اي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكاوت جولد لي بلجيكي فيستي لوكانكو. حلو. فودر فودر عشان لو عملنا باقه الايكون. ماشي. رب يطلع وراه حد يعني. رب مين دي ورايا يا رب؟ كمية التلاتة وتمانينات اللي طلعت دي ماشي. الميجا باك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل يا ميسر الحال يا رب. تشات من غير ما تب. شكرا. خلاص خلاص. الباكة الأخيرة واللي نأمل فيها في نيمار، ولكن ده في الأحلام. بس اتفضل. انا عارف والله
هو ايه حكايه اياجو اس بس يا جدعان؟ يا جماعه انا فتحت لاثنين صحابي الباكه دي، الباكه اللي هي اللي بتديك 3 مضمونين، انا جبت للاثنين اقسم بالله يعني اس بس ده، وانا التالت. هو في ايه الباكه دي خم يعني؟ انا مش فاهم هو في ايه الصراحه. ماشي يلا الحمد لله. بس يا جماعة وكده انتهت الرحلة، رحلة ال 22 جول من وجهة نظري. ممكن انت تختلف معايا تحط جول قبل جول، ولكن يعني ايه دي ميكس كده حلو من ال 22 جول نشعل بيهم المسائل ونعمل الفوت بطريقة مختلفة. وده كانت حصلتنا من الباكات اللي انتوا شفتوها. يعني كنت اتمنى في ان الحظ يبقى الطف من كده واحسن من كده، ولكن هنعمل ايه؟ مستمرين في فتح الباكات، مستمرين في الشكل، مستمرين في الحدوتة. فقولوا لي تحت في الكومنتات عجبكم الشكل ده من الحلقة، كنوع جديد مثلا، ملخص احسن 22 جول بمناسبة فيفا 22. لا خلي بالك انا في المسميات ما عنديش يا مرحميني، خلي بالك. وتحت قول لي هل الفرقة محتاجة ابديت ولا نكمل بيها فوت واتنين كمان ونشوف ممكن نعمل ايه قدام. قولوا لي تحت في الكومنتات رأيكم في كل اللعيبة، مين ممكن يكون محتاج يتطور، رأيكم في ابو المساميس حدوتة قائد وكابتن المناكز الكبير اللي اعتقد ان هو هيكمل لأبعد فترة ممكنة ان ما كانش لحد اخر اللعبة هو وكوردوبا. والى هنا تنتهي هذه الحلقة من الفوت كامبيوني كامبيوني، ولكن طالما وصلت للجزئيه دي تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصل لك كل الحلقات اللي بتنزل على طول هنا على الشانل. اذا دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.